الأفق يتلبد في هونغ كونغ، حيث أعلن المحتجون تعليق الحوار مع الحكومة. فبعد أيام من المظاهرات السلمية، تكررت الاعتداءات التي تعرض لها هؤلاء من قبل جماعات مؤيدة للحكومة. الرئيس وجه إنذاراً للمتظاهرين، يأمرهم بإخلاء الشوارع والسماح للعمال بالوصول إلى أعمالهم ولوسائل النقل استعادة نشاطها حتى يوم الاثنين. واتهم المتظاهرون السلطات بعدم تأمين الحماية لهم، ووصفوا المعارضين لمظاهراتهم بكونهم جماعات مندسة مؤيدة لبكين. الاحتجاجات انطلقت في هونغ كونغ قبل 6 أيام بعد إعلان بيجين نيتها تسمية المرشحين الذين سيتم اختيار الحاكم المحلي من بينهم.